لكي نحول قلم الرصاص إلى مصباح نحتاج إلى عدة بطاريات، رصاص، شريط لاصق وسلك توصيل. نقوم بتوصيل البطاريات على التسلسل، والذي يعني نضع القطب الموجب للبطارية على القطب السالب للبطارية الأخرى، وهكذا نصل البطاريات بالرصاص فينير الرصاص. لكن كيف حصل هذا يا ترى؟ قلم الرصاص مصنوع من مادة الجرافايت، وكما نرى الجرافايت شديد المقاومة للتيار الكهربائي، والذي يعني أن الجرافايت ينقل الكهرباء لكن بكميات ضئيلة. لتوضيح الأمر سأحضر ورقة وأرسم عليها خط عريض باستخدام قلم الرصاص، وسأضع سلك النحاس على أول الخط. كما نرى عندما يلامس الضوء سلك النحاس تكون إضاءته قوية، لكن عندما يلامس الضوء الجرافايت المرسوم على الورقة فإن إضاءته تنخفض بشدة حتى تكاد تتوقف عند آخر الخط. السبب أن الجرافايت شديد المقاومة للتيار الكهربائي. هذا الضياع في الطاقة الكهربائية يتحول إلى حرارة نتيجة اصطدام الإلكترونات الكهربائية بالأيونات الموجودة في الجرافايت أو كما يسمى الرصاص. كما نعلم عندما تزداد حرارة أي جسم فإنه يضيء، وهذا السبب وراء إنارة قلم الرصاص عندما يمر به التيار الكهربائي. لكن لماذا يا ترى الأجسام تنير عندما ترتفع درجة حرارتها؟ حسنا، السبب هو أنه في كل ذرة يوجد العديد من مستويات الطاقة كK وL وM وإلى آخره من المستويات. الإلكترونات تدور في هذه المستويات حول النواة بناء على كمية الطاقة التي تملكها. لنفرض أن لدينا إلكترون يدور في مستوى الطاقة K، لكن عندما يتم تسخين المادة فإن الإلكترون يمتص هذه الطاقة ويدور في مستوى أبعد عن الذرة. في هذه الحالة الإلكترون سيدور في المستوي L، لكن سرعان ما يعود الإلكترون إلى مساره الأصلي. لكن لكي يفعل هذا يجب على الإلكترون أن يتخلص من الطاقة التي اكتسبها، ويقوم الإلكترون بذلك عن طريق إطلاقه لفوتون ضوئي، وهذا هو السبب وراء إنارة الأجسام شديدة الحرارة. هذه التجربة مهمة لتبسيط فكرة عمل المصباح، حيث المصباح يعمل بنفس الطريقة لكنه يستخدم سلك مصنوع من التنجستين بدلا من قلم الرصاص. هذه المصابيح غير فعالة لأنها تحول 90% من الطاقة التي تستهلكها إلى حرارة، فيما 10% فقط من الطاقة تحولها إلى ضوء. لهذا تم صنع الأنوار الحديدة التي تستهلك طاقة أقل وتنتج نفس الإضاءة. وبهذا تكون انتهت حلقة جديدة من برنامج لم أكن أعلم، وكما هو الأمر دائما شكرا على المشاهدة. إن أردت دعم برنامج لم أكن أعلم وإتمام تعليمك في واحدة من أفضل جامعات العالم، تفقد الموقع التالي لمزيد من المعلومات، الرابط في شرح الفيديو.